الإنجليز وليس الأمريكان اكتشفوا أن الديمقراطية، وهذا موجود مكتوب في كتاب صائد الجواسيس، الكتاب المشهور يعني، اكتشفوا الإنجليز مبكراً أن الأنظمة الديمقراطية لا تخدم الاستعمار، أن إعطاء الديمقراطية للدول المستعمرة والسماح لها بالنقاش المشاريع والمبادرات وكل هذا يعطلهم كثيراً، ثم سيكون هناك دائماً تيار وطني حقيقي يعارض الخضوع للدول الغربية. ولذلك فضلت الولايات المتحدة أكثر من بريطانيا أنها تتعامل مع الدكتاتوريات العسكرية. في الحقيقة الولايات المتحدة تدربت على الانقلابات العسكرية في أمريكا اللاتينية، يعني كل من يقرأ التاريخ يعلم جيدا أن الولايات المتحدة منذ نهاية القرن التاسع عشر وهي تقوم بالانقلابات العسكرية في حديقتها الخلفية أمريكا اللاتينية، ولعل أشهرها، قد أنا أريد الخروج من الموضوع ولكن حتى يفهم الناس، يعني أن أشهرها هو انقلاب ما يعرف بجراند كولومبيا التي كانت تشمل كل من فنزويلا وكولومبيا وبنما، عندما أراد الأمريكيون حفر قناة بنما ورفضت حكومة جراند كولومبيا تلك الدولة المعاهدة قناة بنما، قام انقلاب عسكري في جراند كولومبيا كان على إثره الانفصال بين فنزويلا كولومبيا وبنما، وأول عمل قام به الانقلابيون الجدد في بنما هو توقيع معاهدة قناة بنما مع الولايات المتحدة. هذا ما يفعله الأمريكيون منذ حوالي 150 سنة يعني. دخل المنطقة العربية في انقلابات سوريا 46، حسني الزعيم وما إلى ذلك، ثم كانت التجربة الكبرى طبعا ثورة 23 يوليو وانقلاب 23 يوليو، وهذا معلن يعني، أنا ما لا أقول أسرارا، هذا معلن وموجود وتعترف به حتى المخابرات الأمريكية الآن، تعترف أنها كانت وراء مثلا انقلاب 23 يوليو، هذا ليس سرا، يقولون أننا فعلا نحن دعمنا هذا الانقلاب ونحن قمنا بهذا الانقلاب، ثم اختلفنا مع عبد الناصر، طبعا ثم اختلفنا مع عبد الناصر هذا يحتاج إلى كلام يعني إلى تفصيل، ليس هذا محل.